السلام عليكم أعزائي الفلاوين، الحمد لله راكم بخير. مرحبا بكم في دوار القعقزة. على بالكم كي كندخل هنايا يعني بلي راضي هنا، راضي في الدوار، الدوار تاع جدودنا. أولا بغيت نشكركم كاع على لي ميساج لي سلتوهم لي في فيسبوك، في تيليفون، لي بالك 3000 بيرسون، 3000 جاو يعطيهم الصحة. كريم بسكرا، كريم بسكيتها، كاينين بتلبسان، كاينين بالبيض، كاينين بالغرداية، كاينين مام بالتيدوف، مساكن تعبو بالتيدوف، وكاينين فادي بوردلة. وبعد نهضرو على القضية تاع وردلة. على بالكم بلي دايما نمشي بالشفافية، يعني ما نخبيكم والو، أو بالتاريخ تاعي أو بصحتي. ألوغ شفتو واش صرا في بسراليم نهار العيد الحريات. العيد الحريات على بالكم بلي نهار العيد الحريات كلشي مقبول بدون رخصة. وشفتوا واش دار المسؤول الأمن الولائي، دونك هذه سيرتيفيكا ميديكال تاع شهادة طبية بالسالب في المستشفى، يعطيهم الصحة، تهلاو فيا وبارك الله فيهم. كي وصلت فم كنت دايخ، ما فقش كاع بروحي، كنت نهضر على الحادث، كنت نهضر على الحاجة اللي توفات عندها 4 سنين. يعني جروني هذوك لابوليس، باسكو يمشوا بالتعليمات. على بالكم في الجزائر كل شيء بالتعليمات، بدون قانون. دونك عطاو لي 10 ايام، هذه في مسخالي 10 ايام. وشفنا طبيب شرعي في شلف كيف 10 ايام. ومن بعد بالنسبه للبروستات، سمحوا لي، دونك رحت السبيطار تاع شلف عمومي ماشي كلينيك بريفي، وتهلاو فيا، يعطيهم الصحة. فوالا قال لي بلي لازم تشرب الدواء افي، تشوف تاع هنايا تريتمون لونغ دوري افي. وقال لي كل ثلاثة شهور تشرب زوج دواء، واحد يسموه كارديولور، واحد اخر يسموه بيربيكسون. فوالا 3 mois، هي مكتوبة 3 شهور هنايا جوكخوا ادوات. صح نقدر نروح اسبانيا، نقدر نروح الامريكان، باسكو طاولي باسبور. على بالكم بغاو يديروا لي الاعدام، بصح يرجعوا لي باسبور. ما فهمتوا والو، على بالكم جي غيان كومبري، ما فهمت والو، ما فهمناش. دخلت بالتليفون، خرجت بالتليفون، يعني ما فهمناش. مازال 28 في الحبس، هادو 28 نفس القضية. يعني صافي عامين 800 جزائريين وجزائريات دخلوا بالحبس على جال فيسبوك، على جال يوتيوب، على جال خرجوا صباح 5 الصباح ولا خرجوا 7 الصباح. يعني كيفاه مازالوا 28 في الحبس؟ وعلى بالكم باللي هادو 300 اللي دخلوهم الحبس، على بالكم شكون اللي دخلهم البدعو بالقاسم زغباتي، لي ولا وازن عادل بالطريقة غير دستورية غير قانونية وغير شرعية. نهار 31 جويلية 2019. علاش راني نقول لكم بالطريقة غير دستورية؟ لأن المادة 102 و 104 تاع الدستور تاع 2016 يمنع الرئيس الدولة مؤقت عبد القادر بن صلاح باه يقلب أي وزير بالحكومة، يعني ما يقدرش يعدل الحكومة. يعني المدعو بالقاسم زغباتي على باله باللي ما يحترمش الدستور الجزائري، وعلى باله باللي ما عندوش القانون يعين ولا يبدل القضاة كما دارهم نهار 24 اكتوبر 2019. على بالكم باللي 3000 قضاة في الجزائر كامله بدلهم كاع بالولايات، هذه ممنوعه باسكو ما عندوش القانون يبدل القضاة في الجزائر. وهذوك القضاة ما عندهمش القانون يدخلوا اي واحد الحبس،
باسكو هما فاليه غير قانونيين. القانون سلسله، سي اون شين. Un ministre anticonstitutionnel, illégal, illégitime, n'a pas le droit de nommer des procureurs ou des juges. Et ces mêmes procureurs n'ont pas le droit eux-mêmes d'incarcérer ou de mettre en place des procédures pour mettre en prison, sous mandat de dépôt, des militants des droits de l'homme. Donc, cette chaîne judiciaire est totalement illégale. Ala hadha chi, طلبت من المحاميات والمحاميين يقدموا الشكوى للمحكمة العليا ضد المدعو. بالقسم زغبتي. يعني هذو 300 جزائريات وجزائريين اللي دخلوا بالحبس، هذا المدعو بالقسم زغبتي يقدموا الشكوى جماعيه ضد المدعو بالقسم زغبتي في الجزائر، ومن بعد لو كانت الجزائر ما تستعرفش نطلعوا للامم المتحده. يعني يا الشعب الجزائري، المشكل الاساسي حنا في بلادنا مشكل ما كاش دوله القانون الديمقراطيه. ولو كان ما كانش الدولة القانون الديمقراطية، رانا نعيو في روحنا. هذه دولة القانون الديمقراطية هي الساس تاع الدولة، الساس. ولو كان الساس مكسر ولا موش مخدومة مليح، ما نقدروش نديرو بروميير ايتاج اقتصاد، دوزيام ايتاج تربية، تخوازيام ايتاج الصحة، كاتخيام ايتاج الفلاحة. مستحيل، لازم الساس يكون سوليد. سي بور سا هادو 59 سنة كيفاتو ما درنا فيها والو في بلادنا، باسكو ما كانش الساس تاع العدالة في الجزائر. يجب أن نبنو دولة القانون ديمقراطية في الجزائر. أنايا مانيش راجل قانون، بصح ندير ثقة في النساء ورجال القانون باه يبنوا لنا دولة القانون، ومن بعد أي واحد يقدر يبني المستقبل تاعو في الجزائر، أو يبغي يقرا، أو يبغي يخدم، أو يبغي يتزوج، أو يبغي يدير مشروع، أو يبغي يدير مانيش عارف أي حاجة اللي تساعدو. بصح بدون دولة القانون رانا نعيو في روحنا. وراكم تشوفوا كل يوم راهم يحبسوا في الناس، لأنه ما كانش دولة القانون في الجزائر. لازم نبداو بدولة القانون ديمقراطية في الجزائر، ولازم حنايا كاع كيما رانا 45 مليون جزائريين نديروا الثقة في النساء ورجال قانون اللي عندهم كفاءات واللي عندهم مصداقية في بالنسبة للشعب الجزائري، دير فيهم الثقة. وشفناهم يعطيهم الصحة في 48 ولاية. هادو نساء ورجال قانون هما اللي كانوا معنا في الحبس، هما اللي دافعوا علينا، هما اللي كانوا يفوتوا لي ميساج لعائلتنا والاعلام والجاليه الجزائريه. لو كان ماشي هذو المحاميات والمحاميين على بالك كنا ورانا اليوم، ممكن رانا مفقودين كيما 18000 جزائري اللي كانوا مفقودين ربي يرحمهم. جنازه وما استاهلوهاش، تفيده وما استاهلوهاش، لانه في التسعينات ما كانش فيسبوك، ما كانش يوتيوب، بكاش تويتر، داروا رايهم وما تسميهمش على بالكم شكون. بصح اليوم الحمد لله كان فيسبوك، كان تويتر، كان يوتيوب، كان الجاليه الجزائريه يعطيها الصحه هي توصل ميساج، والحمد لله كان محاميات ومحاميين. ونزيد نشكرهم، بلا بيهم ممكن حتى واحد ما يسمع بينا. يعطيهم الصحه، يعطيكم الصحه، ويعطيكم الصحه. بصح الخدمة مازالت، مازالو 28 مناضلين اللي ما داروا والو، ما سرقوا، ما كتلوا، ما والو، هضروا برك، هضروا في فيسبوك، في تويتر، ولا خرجوا الصباح، خرجوا العشية، راحوا المظاهرة سلمية، ديما سلمية، ديما قانونيين، ديما حضاريين، ديما ديمقراطيين. بصح اليوم مازالو ياكلوا اللوبيا عدس في الحبس. علا ما خرجوهمش؟ خرجوهم. علاه دايما لازم واحد يدير الضغط في هذه على هذه الدولة باه يستحقوا؟ علاش علاش؟ انا ما نقدروش نديروا نقاش بيناتنا ونسبوا حل بيناتنا، رانا كاع جزائريين اغلبيه مسلمين، علاه دايما مشاكل؟ علاه دايما بوليسيه ولا جدرميين يبقاو في الوسط ويربحوا العين؟ علاش؟ على بالكم بلي قدمنا 15 شكوى؟ 15 شكوى حتى وحده ما استعرفوا بها. علاش؟ على بالكم بلي حنا دائما نحضركم لازم نبقاو سلميين، قانونيين، ديمقراطيين وحضاريين. بصح لا، للحكومه ما باغاش تستعرف. علاش؟ ما هو المشكل تاعها؟ علاه دابا لازم تصرح حاجه كبيره باه يستعقلوا
ولازم يخرجوا ملايين الجزائريين باه يديروا ان بوتي جيست. علاش 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 فرنسا قدرنا ديروا مفاوضات معاها؟ فرنساوي ما دخلش الحبس، نعاودها لكم ولا لا؟ مكان حتى فرنسي ولا فرنسيه اللي دخلت الحبس. اي بورتون فرنسا قتلت 4 ملايين جزائريين بصح في 32 مع اتفاقيات ايفيون، قوري ما دخلش الحبس. واليوم في 2021 راهم 80,000 جزائريين في الحبس. وزي ما جريت 80,000 جزائريين في الحبس، ونص منهم ما داروا والو. على بالي بلي النص داروا، بصح النص ما داروا والو، الحقره برك، وقعدوا بعايتهم مالو. هادو جزائريين، هادو ماهوش صهيونيين، جزائريين. على الحقره على على بالكم 40,000 جزائريين راهم في الحبس، والرب ضربينهم حقروهم، يعني ما داروا والو. دخل هذاك دخل، دخل هذيك دخل، ورانا رايحين وين؟ ورانا رايحين. واليوم نهضركم على 28، علاش 28؟ في 48 ولاية، باسكو هادو ما داروا والو، ما داروا والو. الشعب الجزائري كامل على بالو بالدليل، هضروا في فيسبوك، هضروا في تويتر، ولا صباح خرجوا الجمعة، ولا ثلاثة، اتوديو، ولا ماشي اتوديو. استعقلوا استعقلوا، اطلقوهم بلا ما بلا ما نروحوا لودي، ولا بلا ما نروحوا مش عارف وين، اطلقوهم. ونهدركم على خونا عبل عبل قراش، سمعتوا به؟ جزائري من ولاية ورقلة. واش دار؟ هذا في فيسبوك، دار في دار فيديو، وسمعت الفيديو تاعو فيها 5 دقائق، هضر باللي باللي الصحراء ماهمش يتهلاو فيها، طفاو عليها الضوء. و سي فغي صح، 45 مليون جزائري يقدروا يشاهدوا باللي حنايا كاع كيما رانا جزائريين سمعنا في الصحراء. انا تروحوا لعين صلاح درتها ابي، على بالكم تيجي وزو عين صلاح ابي، الطريق مكسره، المستشفى ما كاش، لازم يطلعوا الوهرد ولا الجزائر باه واحد يفوت على عينيه ولا على قلبه. ورقلة تعرفوا باللي شافيها ورقلة ولا لا؟ فيها حسين مسعود. حسين مسعود تعرفوا باللي حسي تاع البترول، يعني أغلبية من البترول تاع الجزائر في حسين مسعود. وعلى بالكم باللي الشبيبة في حسين مسعود ما عندهاش خدمة، على بالكم باللي شركة سوناطراك بقر تعاون راه ما راهش في حسين مسعود، ما راهش في ورقلة، ما راهش في إليزي، ما راهش في غردية، براش في عين صالح، براش في الجنات، براش في تبرست، راه في الدزاير العاصمة. شي بعدتها كيف البترول راه في الصحراء، والمقر تاع سوناطراك راه في ألجي، مكاش البترول في ألجي في العاصمة. وزارة الطاقة والجاية اسكو راهي في عين صالح ولا في ورقلة، في حسي مسعود، في إليزي، في عين بيناس، في تبرست؟ لا، راهي في الدزاير العاصمة. شي بعدتها كي شركة سوناطراك دير لي كونترا تاع البترول تاع الغاز مع الشركة أجنبية كيما توتال، إيلي، ريبسول، بريتيش بتروليوم، هي ما تبغيش تستقبلهم في حسي مسعود ولا في ورقلة ولا في عين ميناس، تبغي تستقبلهم في العاصمة في البحر، أوتيل أوراسي، كاين لي زوتيل لي ريستورون، ومساكن ولاد الصحراء الجزائريين رانا سامحين فيهم كاع كيما رانا، رانا سامحين فيهم، ماشي الحكومة الجزائرية برك. على بالكم واحد النهار كنت في ورقلة قبل ما ندخل الحبس، علاش قالوا لي؟ قالوا لي على بالكم بلي في الصيف 50 دوغري 50 درجة 55 60 درجة لا بيسين ومكاش، تعرف شنو لا بيسين؟ لا بيسين ومكاش. تعرف واش قالوا لنا؟ علا ما تخلوناش في الصيف في جوية أوت حنايا شوية نسكنو شوية في البحر، باش شوية نشوفو البحر، نعومو شوية، باسكو مكاش البحر في الجنوب. فهمتوني ولا نضريت؟ على بالكم بلي نضريت، قلت وي سي فغي، كاع كيما رانا، كاع كيما رانا، ما درنا والو. سمحوا لي، هذا خونا عامر قراش حكموا عليه 7 سنين الحبس. على بالكم كي دير مقارنة بين 7 سنين حبس تاع وليد غردايه وليد الجزائر
على جال فيديو وكي تجوب لي وتقدر سمعوا به عبد المؤمن وتقدر اللي كان مدير سوناطراك اللي خدع الجزائر اللي دخلوا الحبس 30 شهر في 2007 اللي شرى ديار في باريس 140 مليار سنتيم وراه عايش لابلفي اللي من بعد زادو داروه مدير سوناطراك سرق 10000 مليار سنتيم مش انا قلتها وزارة المالية داروا تقرير 10000 مليار سنتيم سرقها من الخزينة الجزائرية ايماجيني هذاك راه لاباس به راه في فرنسا راه في لبنان راه في الامارات راه لاباس به قالوا بلي داروا له موندا داغي انترناسيونال موندا داغي كيما داروا موندا داغي شاكيب خالد كيما داروا موندا داغي شاكيب خالد شاكيب خالد ماهوش في الحبس راه في الملكة لاباس به كيما وفق الدور لاباس به كيما ابو شوارب كيف لاباس به راه في فرنسا بصح خونا وليدنا عامل قراش راه في الحبس 7 سنين الحبس 7 سنين الحبس دورو ما سرقو إلا با فولي ان سنتيم ما خرجش ما سرقش البترول تاع حسين مسعود باسكو ماشي بعيد ورق له حسين مسعود بصح هو راه في الحبس سبع سنين باسكو قالوا بلي طفيتو الضوء على الصحراء ولا على السكان الصحراء مي صح سي فغي اي واحد يقدر يشهد بلي وي كاع الشعب الجزائري والحكومه الجزائريه حنايا كاع كيما رانا طفينا الضوء على الناس الصحراء وي سي فغي هذه صح لازم كاع كيما رانا ندخلوا الحبس باسكو لانه 95% من الدراهم تاع الخزينه الجزائريه راه تجي من الصحراء بالبترول كاس تاع الصحراء بصح شرنا نمدوا لهم حنايا شحال خدموا ما عندهمش مساكين وتقدوا راه لاباس راه لاباس بيه راه راه عايش لابلفي حكتوا عليا كيما قلت لكم بلي وتقدور اتونسيو تقدور اتونسيو تقدور سرق 10000 مليار سنتيم سرق 10000 مليار سنتيم ناس كانوا يقولوا رشيد بزاف بركا ما تهضرنا على وتقدور بركا ما تهضرنا علي علاش تهضر دائما بترول تهضر الغاز تهضر بترول تهضر الغاز يا جماعة الخير باه رانا نعيشو باه دو كو اون في اون في دو بترول دو غاز يا با ديكونومي اون ارجيري ما كاش لا كرياسيو دو ريشيس في الجزائر إل يا با دو كرياسيو دو ريشيس ما كاش اوزينات في الجزائر ما كان والو لو كان ماشي هذيك القطرة تاع الغاز وتاع البترول بان عيشو لو كان ماشي الناس الصحراء على بالكم في التل ما ناكلوش هذيك الشكرة تاع الحليب ما نقدروش نشروها يعطيكم الصحة للصحراء بلا بكم ولا كنا في الجفاف يا الحكومة الجزائرية اطلقوا اطلقوا ولاد وليداتنا وخواتنا لي بيغيلي لي بيغيلي او علماني او اسلامي او اشتراكي او مايش عارف خلوا الناس تنفس شويه خلوا الناس تعيش ليسي لي جون فيفغ العالم راه يضحك علينا سمعتوا واش قالت لودي ولا لا الامم المتحده قالت الحكومه الجزائريه اطلقوا الناس ولادنا الجزائريين اللي راهم في الحبس تبهدينا انا حشمت على روحي على بالكم J'ai eu mal au cœur, j'ai eu mal au cœur. L'ONU a donné un avertissement au gouvernement algérien pour libérer les détenus d'opinion algériens. Zarrit, elle a bien comme Zarrit. Elle a quitté le caractère. Frère, qui chute bien l'ONU, Gelt, France. Aïe, a-t-il stick le chef jazéri? L'ONU, il y a des styles, ou fils, lui, ou c'est-il, Kalt, le Firenze. Tiens, qui est-ce que tu as le jazéri? L'aise de te mettre le stick le. الشعب الجزائري ومليون ونص جزائري باتوا ربي يرحمهم ضحاو باه الجزائر تربح هذا العلام هذا واش درنا به هذا العلام واش درنا به دخلنا خوتنا وليداتنا في الحبوسات هنايا في الجزائر عيب عيب والله صافي بالو كور جي بالو كور كي تشوف حكومه جزائريه دخل وليداتنا في الحبس علاكم دخلوا فيهم علاش تحوسوا تخوفوا فيهم علاش اكوا سا سير ما هو الهدف هيا نتفاهموا بعضنا بعض ديروا حوار اوفير ماشي معايا انا ما ندخلش في لافير انا مانيش راجل قانون ديروا حوار مفتوح مع نساء ورجال قانون عندهم كفاءات عندهم مصداقيه مع الشعب الجزائري ديروا حوار
هاك لو بريزيدون قالوا لي بلي راه هذا الرئيس وصبوا على التلفزيون مع الرئيس مع الجيش ومع هذو المحاميات محاميين اساتذه تاع القانون تاع الجامعه القضاه اللي عندهم بشويه يخافوا بربي سبحانه يعني والو. كيف درنا مفاوضات مع فرنسا لكتله 4 ملايين جزائريين وحتى فرنسي ما دخلش في الحبس في الجزائر ودوكا ما قدروش يديروا مفاوضات بيناتنا جزائريين وقال قاعد نستعرفوا بالعلم هذا اللي باتوا عليه بليون شهيد وراه المشكل وراه المشكل إلي أو البروبليم ماتوا 250 ألف جزائريين في العشرية السوداء وداروا مفاوضات واحد ما دخلش الحبس فاني علاش دبلوا على جديد ألو دلافون ماشي حنايا نحاسبوهم ربي سبحانه ويحاسبهم شكون أنايا شكون نتايا ولا شكون نتوما ربي هو فوقنا كاع ربي سبحانه قاوري ما دخلناش الحبس هيا قولوا لي شوف اسكو قاوري دخل في الحبس في الجزائر وكتلوا 4 مليون جزائريين واحد ما دخلش با ان سول فرونسي ليتي امبريزوني او 62 امبورتون 4 مليون دالجيريان وتي ماساكري وناس خرات على بالهم وناس قلبة على بالهم وناس طيف على بالهم وناس في 48 ولاية على بالهم قاوري ما دخلش الحبس ودرنا اتفاقية تانية قلنا لهم اعطونا الاعلام ودوا النص من البترول في هذاك الوقت اللي داروا اتفاقية تانية كانوا يشوفوا بعيد ما قالوش بلي نحاسبوك فرنسا لا واش قالوا اعطونا الاعلام نعطوكم نص من البترول تاع الجزائر تاع حاسي مسعود اللي اليوم ساكن في الحبس كانوا عندهم نظرة استشرافية إذا في دو فيزيون لون تيرم 62 و71 كانت 9 سنين 24 فيفري 1971 واش صرا تابي محروقات لا ناسيوناليزاسيون دي زيدروكابور تا هو ريبو مجيد وعلى بالكم بلي هذاك ديكتاتوري ولكن وطني كان يدافع على السيادة الوطنية والسيادة الاقتصادية في 9 سنين الجزائر كان عندها 50% تاع البترول من بعد 9 سنين كانت عندها 80% تاع البترول يعني في هذاك الوقت كان عندنا السياسيين تاع الصح كانوا يشوفوا بعيد قالوا معليش نربحوا العلامة قبل ومن بعد الكاكاو ونربحوا الثروات تاعنا البترول والغاز تاع الجزائر 80% تاع البترول تاع الجزائر كان البلك تاع الجزائر في 71 تعرفوا اليوم شحال رجعنا كيما 62 50% برك الجزائر تكسب 50% تاع البترول يعني فونسينا على ريال افونسي على ريال تعرفوا هذه كيما واحد يدخل في الكار افونسي لا ريال درنا مارش ريال ودا في مارش ريال ان شاء الله يا رب العالمين هادو راهم في الحبس مظلومين ان شاء الله يخرجوا او تاع رشا او تاع الفيس او علمالي او كوبيليس ما يهمنيش جزائريين وخاطيهم العنف سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين فهمتوني ولا لا او اسلامي او علمالي ماشي مشكل هذه دخله في الديمقراطيه فهمتوني ولا لا ان شاء الله نبنوا دولة القانون شكون يبليها ماشي انا قلت لكم بصح انا ما عنديش كفاءات في مجال قانوني بصح عندي الثقة في النساء ورجال القانون هما اللي يبنوا البلاد يبنوا دولة القانون الديمقراطية باه اي واحد يخرج في الجزائر ما كان حتى واحد يهضر معاه هاكم سمعوا ولا لا حتى واحد ما يهضر معاه كيما في الامريكان في الامريكان من نيويورك حتى لوس انجلوس 5500 كيلو جامي بوليسي يهضر معاك جامي هاكم سمعوا ولا لا بطاقة وطنية وما كانش في الامريكان حنا ان شاء الله في الجزائر ما نستحقوهاش بطاقة وطنية العلام برك جزائري فقط كيما في الامريكان ان شاء الله ديروا حكومة سمحوا لي رب العالمين حكومة انتقالية للجمهورية الجزائرية مع النساء ورجال القانون هما اللي بنوا دولة القانون الديمقراطية وهما اللي عاودوا الكونترا تاع الغاز وتاع البترول لأنه كانوا هذا المادة في الكونترا يسموها changement des conditions économiques تغيير الشروط الاقتصادية يعني كيما صرا كورونا هذه السبة باه طبقوا هذاك المادة بصح أنايا أنا مواطن أنا مناضل سياسي
وراجل سياسي بصح ماليش راجل قانون انا ما نعرفش يعني القوانين بل نعاودوا هذوك لي كونترا بصح ما شاء الله عندنا الكفاءات في الجزائر عندنا الناس عندنا النساء ورجال القانون اللي قدروا يعاودوا هذو لي كونترا باه تجيبوا دراهم برا بالطريقه قانونيه تاع الغاز وتاع البترول تاع الصحراء ونرجع الموضوع تاخونا عامر قراش لي مسكين حكموا عليه 7 سنين الحبس ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ربي يهديكم ان شاء الله وبالك اللي بتطلقوه كيما لا طلقوا دي 8:30 تاع الليل قالوا لي راهي 29 خلوهم انا على بالكم قالوا لي دير ورقه برك طالب افراج بلي راك في حبس تاع السوفي وبلي راك بريض وما طولكش الدواء 50 يوم سديت هذا نص ساعه من بعد طلقوا لي قالوا لي عيط المحامي تاعك يطلقوه ان شاء الله خونا عامر و28 اللي راهم في الحبس بطريقه غير قانونيه يخرجوا اليوم وعائلتهم تفرح يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وسمحوا لي وسمحوا لي وسمحوا لي.